أحبائي وأعزائي أغلى مشاهدين، مساء الخير على حضراتكم. ليلة جميلة مبهجة إن شاء الله، ربنا يفرح قلوبكم ويخليكم لينا. بكرر كل شكري وشرفي واعتزازي فوق دماغي من فوق إن حضراتكم كل أسبوع بتبقوا موجودين معانا. ليا الشرف إن أكون في خدمتكم وضيفكم دكتور مجدي إسحاق على مدار الساعة ونص اللي جايين، كل 3 الساعة 8 مساء في برنامجكم ساعة ونص مشورة. لا يفوتني إني أشكر كل فريق العمل اللي بيشتغل معانا سواء في قناة الكارما أو هنا في الاستوديو، لأن هم ليهم الفضل الأول في نجاح هذا البرنامج. عفوا، وطبعا الشكر، كل الشكر لحضراتكم اللي بتنجحوا البرنامج بأسئلتكم وإضافاتكم ومداخلاتكم القيمة والثمينة. النهاردة أنا موضوعي عنوانه اكتئاب ما بعد الولادة، بوست بارتم ديبريشن، اختصاره في الطب PPD، بوست بارتم ديبريشن. السيد المسيح لكل المجد قال الموضوع ده في آية شهيرة في إنجيل معلمنا يوحنا 16، قال المرأة وهي تلد تحزن. يعني إشارة لما يحدث للمرأة أثناء الولادة بسبب ضغط الولادة وتغيرات وآلامها وصعوبتها ومعاناتها، وقال لكن متى ولدت لا تعود أيضا تتذكر الشدة لسبب الفرح. وبالتالي هناك نوع طبيعي جدا من الألم أو الحزن اللي بيحصل ما بعد الولادة، لكن قد يكون هذا الحزن عفوا هو حزن أولي قد يتطور إلى مراحل زي ما هنعرف بعد شوية من الاكتئاب التي تتطلب التدخل الطبي. كعادتنا احنا منظمين هنمشي في اسئلة 9 هنجاوبها في موضوعنا. السؤال الاول، ما هو اكتئاب الولادة؟ هو عبارة عن مزيج من اعراض جسدية ونفسية وسلوكية تحدث بعد الولادة، تبدأ خلال الاسابيع الاولى من الولادة، تتأرجح ما بين ايام الى اسابيع، قد تصل الى 4 اسابيع من بعد الولادة. طبعا هي الترتيب الأحداث كده، أول حاجة تغيرات كيماوية. تغيرات كيماوية دي هي السبب الأول فيما يحدث للمرأة بعد الولادة، هو بسبب إن في هرمونات اسمها هرمون الإستروجين والبروجستيرون. دول الهرمونين الرئيسيين اللي بيرتفعوا في المرأة وقت الولادة، ودول بيرتفعوا خلي بالك من رقم 10 أضعاف الرقم الطبيعي أثناء عمر المرأة الطبيعي أو آسف دورتها الشهرية الطبيعية. هذا الارتفاع العالي جدا 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 بيحدث أثناء الولادة لأن ليهم دور في كبر الرحم. الرحم بيتضخم برضو 10 أضعاف حجمه، يعني الرحم كله لا يزيد عن قبضة اليد. يتحول الرحم بعد أثناء الولادة إلى 10 أضعافه عشان يتحمل طفل يتراوح وزنه ما بين 3 ل 4 كيلو. فشوف حجم الرحم قد ايه. كبر الرحم ووصول التغذية للطفل وتكوين المشيمة يعتمد على هرمونات كثيرة، أهمها الإستروجين والبروجستيرون. بعد الولادة ونزول الطفل ثم نزول المشيمة اللي هي بتغذي الطفل أثناء الولادة اللي هو احنا بنسميه الخلاص وقطع الحبل السري، بتنخفض مستوى الهرمونات دي لخلال 3 أيام إلى الرقم الطبيعي. هو ده السبب الأول لحدوث الاكتئاب، إن الهرمونات دي بترفع مزاج المرأة. وده عمل إلهي على فكرة، إن المرأة فترة الحمل ربنا بيرفع لها الهرمونات دي مش بس علشان تغذي الولد وتكبر الرحم وتساهم في وصول الغذاء ليه، لكن كمان عشان تساعد مزاج المرأة ان هو يبقى طبيعي، لانها بتحسن المزاج لدرجة معينة فبتتحمل آلام الولادة والحمل والضغط ده. هذا الانخفاض المفاجئ من 10 أضعاف فجأة تنزل تبقى انت 100، تبقى 10 مثلا في خلال 3 أيام، ده بيؤدي إلى اعتلال المزاج. بالإضافة طبعا للتغيرات الكيماوية، التغيرات الاجتماعية، لأن المرأة بتشعر بأنه هناك يعني حالة جديدة من الاجتماعيات هتمر بيها، تبقى أم وتبقى مسؤولة عن طفل. مش بس حالة اجتماعية، كمان حالة نفسية، شكلها بيتغير،
لون بشرتها بيتغير، جلدها شوية بيترهل، فديها بيكبروا، وشها بيورم شوية، جسمها بيورم. الحالة النفسية دي بأنها تبقى مسؤولة عن طفل وهتتحرم من الحرية الشخصية، بالإضافة أنها تبقى بترضع، والرضاعة دي حاجة جديدة عليها، والمسؤوليات والإحساس بالحمل ده كله بيعمل حالة نفسية واجتماعية وسلوكية عند المرأة. حط كيماويا واجتماعيا ونفسيا كل الستات بلا استثناء بيمروا بهذا الأمر من اعتلال المزاج اللي احنا سميناه بوست بارتم ديبريشن. طيب ايه أعراضه؟ ده السؤال رقم اتنين. السؤال الأولاني ما هو؟ ثم رقم اتنين ما هي أعراضه؟ الأعراض بتاعت الاكتئاب هي أعراض الاكتئاب التي تحدث عند المرأة طبيعيا. الأول نذكرها، بيحصل تغيرات عادية جدا لا تندرج تحت اسم المرض ولكن كل الستات بيعانوا منها، من ضمنها اضطراب النوم، اضطراب الشهية ما لهاش نفس تاكل، الإحساس بالإرهاق العام اكسسيف فاتيج، جسمها مكسر تعبانة متألمة بسبب ضغط الحمل، البيبي اللي جواها ده اللي بياكل أكلها وبيمص الكالسيوم من جسمها وبيشرب الدم بتاعها وبياخد من عضلاتها ومن لحمها. انتوا فكروا فيها كده، بني آدم بيكون بني آدم، شيء رهيب ان الطفل ده يعيش جوه الكائن العظيم اللي اسمه المرأة. هذا يعني الإبداع الإلهي انه هذا الكائن يكون هذا الكائن، فالكائن الصغير ده بيعيش مشارك للمرأة في حياتها. فطبعا النمرة اللي بعدها انخفاض الرغبات العاطفية أو الجسدية ناحية زوجها، ثم اعتلال المزاج، يعني مش مبسوطة، متضايقة، مقريفة. طبعا يتحط جنبه بقى الوحم، عاوزة كابوريا وبطاطا مشوية ورجل فرخة وورك مش عارف، يعني الحاجات اللي بتيجي للمرأة اللي هو الكريفينج ده، الرغبة إلى أكلات غير منطقية، ده بسبب اعتلال المزاج وحالة الأرياف اللي هو عاوز أي حاجة تبسطها يعني. إذا حدث كل هذا لغاية دلوقتي ده شيء طبيعي. أضف إلى ذلك بقى إذا الاكتئاب زاد عن حده، تظهر بقى علامات الاكتئاب، اكتئاب بقى بجد بتاع بلاده بقى، الأصلي الألماني مش الصيني، الألماني. فقدان المتعة، إحساس إن أنا ماليش قيمة في الحياة، فقدان الرجاء، إحساس بالقلة وبعدم القدرة على مساعدة نفسي ولا مساعدة الناس. حين يجي معاها كمان رغبة في إيذاء النفس، دي بتبقى صعبة جدا على المرأة، بيسموها suicidal thoughts. لما الاكتئاب بيزيد يبقى أنا عاوز أموت وماليش لازمة، وأحيانا عايز أأذي نفسي وأحيانا عاوز أأذي غيري بما فيهم الطفل، بيجي لهم رغبة غريبة جدا قد تصل إلى رغبة إيذاء الطفل. طبعا هي المرأة بتبقى مستغربة جدا، أنا أأذي ابني؟ آه، في بعض السيدات مع تطور المرض الجامد، طبعا دي مش في الحالات العاديه، ان في نوع زي ما احكي لكم بيسموه ذهان ما بعد الولاده، قد تصل انها تاذي طفلها. الحالات دي شديده جدا بتتطلب الحجز في المستشفى يعني، لكن دي مش الحالات العاديه، وحالا هقول لكم النسب يعني. طيب ايه الريسك فاكتورز اللي هي الاعراض المسببه؟ هل هناك عوامل تؤدي لحدوث هذا الاكتئاب؟ طبعا أول حاجة إن المرأة دي يبقى عندها تاريخ مرضي قبل الحمل من الاكتئاب، يعني سواء قبل الحمل أو أثناء الحمل، يعني قبل ما تحمل كانت هي أساسا مريضة اكتئاب، مزاجها معتل. وعلى فكرة الاكتئاب زي ما احنا عارفين أصلا زيادة عن المرأة 3 أضعاف الرجل، فكتير قوي من البنات بيبقى عندهم اكتئاب من زمان، يعني يجي الحمل بقى من هنا ومعاه يعني البشاير بتاعته من الحمل واللخبطة والهرمونات، فالاكتئاب يظهر يعني. نمرة اتنين، انه كلما كانت صغيرة السن كلما زادت نسبة الاكتئاب، تمام. نمرة تلاتة، التناقض، احمل ولا ما احملش. الحالة دي بتلخبط المرأة، يعني في ستات لا تحمل برغبتها، مضغوط عليها، ما كانش نفسها تحمل في الاول، حاجة بيسموها صدمة البيبي غير المتوقع، يعني هي كانت بتفكر ان هي هتعيش لها سنة سنتين تتنطط وتتفسح وتعيش حياتها، وعاملة منع حمل مثلا، والمنع الحمل ده لم ينجح، ففجأة جاء طفل ما كانتش عاملة حسابه،
طبعا ممكن يبقى الطفل الاول او التاني، واحيانا تبص تلاقي ست جايه لك بتوأم، ده اكتئاب بقى مضروب في اتنين، يعني هي فجأة ما كانتش عاوزة تحمل وفجأة جالها التوأم ده، بيسموه امبيفالنس يعني. تكرار الولادة، كل ما زادت عدد الولادات كل ما زادت احتمالات الاكتئاب. يعني كتير قوي من السيدات بيسألوني، هو انا لو حملت تاني وارد يجي لي اكتئاب؟ انا مش ببقى عاوز ارد، بس الحقيقة لان كل مرة عيب اكتر لي، طب ما خلفش ولا خلفي، بس تبقي مستعدة انه من بدري بدري نبقى بنتعامل مع هذا الموضوع، سواء بالعلاج الكلامي او العلاج الدوائي زي ما هنتكلم حالا. المرأة اللي عندها حاجة بيسموها Premenstrual Dysphoric Disorder PMDD، اللي هي بيسموها لخبطة الدورة، اللي عندهم دورة ملخبطة. في بعض السيدات بيجي لهم حاجة اسمها Premenstrual Tension أو Premenstrual Dysphoric Disorder قبل الدورة بكال يوم مقريفة، هي مقريفة على طول طبعا، بس قبل الدورة القريفة بتزيد، وأنا آسف يا سوري معلش أعذر الدعابة، يعني إن المرأة بطبعها مزاجها بيعتل بسهولة، فتيجي بقى الدورة ولخبطة الهرمونات. ففي ناس عندها الحكاية دي حادة جدا قبل الدورة بيومين ثلاثة، وأثناء الدورة وبعد الدورة بيومين ثلاثة، ودول بيبقوا محتاجين علاج لأنه بيحصل لهم لخبطة هرمونات، بالإضافة إن الهرمونات بتحجز مية في الجسم، فالمية دي لما بتزيد بتخلي الجسم يورم، جزء من التوريمة دي بيبقى مخها مورم، يعني المخ بيحصل فيه ضغط بسبب السوائل اللي فيه، فبتبقى محتاجة تدخل من الطبيب إنه يديها علاج في الفترة دي يعني. واحدة من الريسك فاكتورز كمان اللي بتزود نسبة الاكتئاب إن هي عندها دعم اجتماعي ضعيف، مفيش سند، زوج محب، أم محبة، حما محبة، أو عندها ناس متعبة في البيت، سلفتها، جارتها، مرات البواب، أي حاجة بقى وأنت طالع، أي حاجة، جارتها، بنت خالتها، إيتها، إيت، أي حاجة فيها إيتها، تبقى هي مزاجها مش منسجم، مفيش سبورت. يعني دايما المرأة اللي عندها سند، زوج محب، عشان كده كتير جدا من نصائحنا للعيلة المتزوجة يقول له خليك سبورت لمراتك، اوعى تبقى بتعلق على شكلها، على بطنها، على بالعكس ده انت تحتويها اكتر وتحبها اكتر، وتقول لها بقلصتي ودورتي ولزلزتي كلام احيانا يتقال من باب الدعابة بس بيكسر نفسية المرأة، بالعكس يقول لها انت خدتي احلى ما في الدنيا، انت بقيتي ام، كلام الحلو ده وانا جنبك وما تسيبهاش، بالعكس وما تمتنعش عنها سواء في المشاعر او في العواطف. ترك المرأة لوحدها إذا كانت عايشة لوحدها، بالذات بقى لو زوج مسافر أو مهاجر أو مش موجود أو مش سائل فيها. ثم أخيرا الصراعات العائلية، كل ما المرأة يبقى عندها صراعات عائلية نسبة الاكتئاب تزيد. أظن واضح بقى إن في حاجة اسمها ريسك فاكتورز، عوامل تؤدي إلى زيادة نسبة الاكتئاب، الليستة الطويلة اللي أنا قلتها دلوقتي. طيب يتبقى لنا السؤال الرابع وهو مهم شوية، ما هي نسبة حدوث اكتئاب الولادة؟ هما الحقيقة في 3 أنواع، أنا هتكلم عليهم بالتفصيل بس أقول نسبهم في الأول. البوست بارتم بلوز، بلوز يعني اللي هو بيسموه باللغة العربية كلمة بلو يعني أزرق، يعني أنت عارف لما يقول لك يومك أزرق، هما بيسموه كده حتى بالإنجليش، يعني اللي هو مزاجها مظلم، اعتلال مزاج، ده عند أغلب الستات بعد الولادة، وده يتطلب على فكرة من الزوج ان هو بقى رفيق وطويل البال وبيتحملها، يعني شيء الراجل ما يعرفوش، حمل ولود وتقل وورم وصعوبة في الحركة وخوف من الولادة وهروح مستشفى وطلق وألم ووجع، والمرأة وهي تلد تحزن اللي انا قلتها في يوحنا 16، وبطنها بتكبر ولبسها بيتغير وشكلها وخروجها صعب ونزولها وفسحتها، تقعد لها 9 شهور كده وين مستنية ولد والولد يقيد حركتها. الحالة دي يعني كان الله في عون كل أم في الدنيا، صنعت منا كلنا أولاد أم في يوم من الأيام، شالتنا في رحمها وصنعت مننا رجالا ونساء، كان الله في عونها لأن هي عاشت كل هذه المشاعر المتناقضة يعني، فده طبيعي جدا يعني. 2، اكتئاب الولادة ده نسبته 1 في 10، اللي هو بيجي لهم ما نسميه الاكتئاب ما بعد الولادة، يعني نسبته 1 في كل 10، 1 في 10 يعني 10%.
اللي بعده بقى واحد في الألف اللي هو ما نسميه بوست بارتم سايكوزس، يعني ذهان ما بعد الولادة. ذهان بقى يعني ايه ذهان؟ يعني أعراض حادة ابتدى يحصل فيها بقى زي هلوسة والضلالات، دي هتكلم عنها حالا بعد شوية. يبقى الأغلب علة مزاج، 1 من 10 اكتئاب، أو 1 في 10 اكتئاب، أو 10%، ثم 1 في 1000 اكتئاب شديد يتطلب تدخل طبي حاد قد يصل إلى دخول المستشفى. السؤال الخامس، ما هي أنواع اكتئاب الولادة؟ أول نوع اللي هو زي ما سميناه البيبي بلوز أو اعتلال المزاج، ده بيحصل في معظم السيدات زي ما قلنا قبل كده، بيجي لهم تغيرات مزاجية، تلاقي مزاجها طالع نازل، يوم مبسوطة يوم متضايقة، ده عادي جدا جدا. أحيانا تعيط بلا سبب، طبعا الزوج لازم يبقى فاهم الكلام ده، حبيبتي أنا مقدر، ربنا يكون في عونك، مش لازم يديها نصايح. كلنا كلنا وامي حملت وخالتي حم ايه، ما تدخلناش انت الله يبارك لك في وعظات ما قبل الولاده وما بعد الولاده، انا حاسس بيك. تبقى احيانا عصبيه شويه، قلقه سنه، احاسه بالوحده، ده بيجي على فكره من اول ساعات في وقت يعني بعد الولاده، قد تصل المده الى اسبوع الى اسبوعين بعد الولاده، ولا تتطلب اي نوع من العلاج. كل المطلوب سند من الزوج ومن الأم ومن الحما، وأحيانا دردشة مع بعض الأمهات. يعني مثلا لو ليها صاحبتها حملت وعندها عيل مثلا عمره 6 أشهر ولا سنة، تقول لها ده أنا كنت زيك وكنت أكتر منك وياما، ودي أريافة طبيعية، اضربي كابوريا، اتحكي لك ضحكتين، كلنا بناخد على كده، هي علقة وبتعدي. فتقعد ضحكتين مع ابتسامتين مع لقمتين مع زيارتين مع خروجتين، الدنيا دي بتعدي، ده اللي اسمه البوست بارتم بلو. النوع التاني بقى اللي هو البي بي دي، اللي بجد بقى اكتئاب ما بعد الولادة، هو الأكثر نسبة، اللي يزيد بقى النسبة بتاعته اللي هي 1 في كل 10، ده بقى اللي هو يبتدي بقى يجي نوع من أنواع الإيه، زي اعتلال المزاج، لكن معاه زعل، اكتئاب، في يأس، قلق، غضب، توتر، احيانا تحس ان هي مش قادرة تعمل الحاجات اللي بتحبها، فقد المتعة في الحياة، تحس ان هي ملهاش لازمة، حاسة بفقدان المعنى، فقدان الرجاء، دي بقى اللي بتبقى محتاجة فعلا بقى تدخل يا إما طبيب النساء والولادة، أو أحيانا تتطلب طبيب أمراض نفسية يديها أدوية للاكتئاب. الأمر ده على فكرة ما فيهوش مشكلة برضو، هي قصة سهلة جدا، الخبر الجيد إن كل الناس دول بيخفوا، بس الفكرة ان هي لو ما خدتش علاج الموضوع بيزداد سوءا. وبالمناسبة من اكتر الحاجات اللي بتتعب السيدات دول الملامة، ايه اللي بتعمليه وايه الدلع ده وبطلي دلع. عفوا ما تزعلوش مني رجالة وامهات وقرايب وحبايب، عدم الاحساس بوجع الناس بيقتل بيعور، فاوعى تقول لها انت مالك ومالكيش خالص، كل اللي مطلوب انها تعمل زيارة للطبيب، بتاخد علاج، العلاج ما بيطولش زي علاج الاكتئاب العادي من 3 ل 6 اسابيع، بل بالعكس اقل، لان مع اختفاء هرمونات الولادة والعودة للحياة الطبيعية مع سبورت الزوج وكم نصيحة كله بيخف. نيجي بقى للنوع الثالث والاخير والاكثر خطورة، اللي هو قلنا نسبته 1 في 1000، ده اللي بيسموه بي 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 بوست بارتم سايكوزس، سموه ذهان ما بعد الولادة، ده خطر بقى، لأنه ده بيجي خلال أول 3 شهور بعد الولادة. هنا بقى بتفقد علاقتها بالواقع، ويبتدي يجي لها بقى حاجتين مهمين، الهلوسة والضلالات. الهلوسة بالذات ما نسميه الهلوسة السمعية، تسمع حاجات مش موجودة، نادر ما بتبقى هلوسة بصرية، يعني تشوف حاجات مش موجودة، لكن هلوسة سمعية بتسمع أصوات، حد بيكلمها وحد بيقول لها كلام في ودانها، وحد بيزن بأفكار غريبة تقول لك أنا بسمع أصوات، وضلالات معينة جوه دماغها، يعني حاجات ملهاش معنى، ضلالة، فكرة مسيطرة عليها ان الناس كلها بتكرهها، ان ملهاش لازمة، ان في ناس بتراقبها، ان في ناس ماشية وراها، والناس دي بتتكلم وبتشوفها احيانا، فبيحصل نوع من انواع اللخبطة او اضطرابات الافكار. طبعا معاها
اضطراب نوم، غضب شديد، سرعة، لهوجة، وحاجة اسمها دي بيسموه بيسينج أو ريستلسنس، قلق شديد، وبعدين تصرفات غريبة بقى، سترينج فيلينجز، ومشاعر غريبة. هنا الأمر ده يا جماعة يتطلب في الحال زيارة طبيب نفسي، وقد يتطلب الحجز في المستشفى، لأن هذه المرأة أحيانا دون أن تدري وبكل بساطة قد تؤذي نفسها وتؤذي أولادها. أنا آسف، مش عاوز أقول كلام يضايق، لكن بعض السيدات في حالات زي كده، يعني برضو أعذروا كلامي، أنا مش عاوز أضايقكم بالكلام، بس أذوا ولادهم. عندي حالات رمت الولد، ربنا أنقذه الحقيقة، لكن رمته لأنها يا ما خدتش علاج، اسمعوا الجملة الجاية دي كويس من فضلكم، سطرين حمر، أو خدته وبطلته، مع طبعا ما عندكيش حاجة وبلاش دلع، وانت بتتبطري على نعمة ربنا، ودخلنا بقى في ايه، هي بتهلوس في الكلام، واحنا بن ايه بن بنهلفط في الوعظ. ده مش وعظ يعني، ده بالظبط واحد بيموت وانت عمال تقول له انت بتتدلع، او واحد عنده ازمة قلبية وانت بتقول له انت ما عندكش ايمان. ازمة قلبية عنده ايمان يروح المستشفى نعمل له قسطرة ونركب له دعامة. واحد عنده كلى بنغسل له كلى وبنقول له خلي عندك ايمان بربنا. المرض ده ملوش علاقه بان انا ايماني ضعيف او مش ضعيف، ده موضوع محتاج تدخل طبي فوري، وقد مش وقد احيانا بقول وضروري في الحالات الحاده دي. اذا ما تحسنتش خلال يوم او اتنين بنحطها في المستشفى تحت المراقبه اللصيقه والرعايه اللصيقه، لئلا تؤذي نفسها وتؤذي غيرها، ممكن ترمي روحها من غير ما تاخد بالها. بقول في خلل في التفكير، في هلوسة، في ناس بتراقبني، اللخبطة زيادة جدا. صحيح نادرة، 1 في 1000 يعني، نسبة قليلة جدا، لكن لو شفتها في حياتك مرة هتعرف قد ايه الموضوع ده في منتهى الخطورة. خلاص، يبقى 3 انواع. سؤال رقم 6، هل القلق والوسواس يزيد مع اكتئاب الولادة؟ الإجابة نعم، صحيح نادر ولكن نعم موجود. بيجي حاجتين كمان مع الاكتئاب، نوع من القلق الشديد، قلق غير الاكتئاب. الاكتئاب ده حزن، القلق ده توتر، قلة نوم وعصبية ومش قاعدة على بعضها، ريستلسنس بيسموه، تفرك وتحرك وتبرك وتبقى مش قاعدة على بعضها، الاكتئاب تبقى كنة كده. ووسواس بقى، وسواس يعني يجي لها أفكار، طبعا النسبة هنا من 1 لـ 3% القلق والوسوسة، يعني اللي هو وسوسة بمعنى انه هي جالها افكار غريبة، وغسل ايدين كتير، واحساس وعدم النظافة، وتكرار الافكار، وافكار ملحة تيجي على دماغها يعني. واحيانا الموضوع يزيد لكمان حاجة اسمها نوبات هلع. اصل انتوا عارفين الامراض النفسية دي عاملة زي ما تكون شقة فيها حيطان، والحيطان فيها ابواب، فمرات البواب تبقى مقفله ومرات البواب تبقى مفتحه، فتلاقي اكتئاب مع تيجي بقى مع تحابيشه يعني. يعني مره يبقى اكتئاب، ومره اكتئاب مع قلق، ومره اكتئاب مع قلق ووسواس، ومره اكتئاب مع رغبات انتحاريه. فتبقى الحقيقه ال 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 يعني الكولكشن ده، الكوكتيل ده بيجي احيانا مع بعض. طيب، سؤال رقم 7، ما هي النصائح التي توجه الى امراه بعد الولاده؟ عندنا حقيقة شوية نصائح كده مهمة جدا. أول نصيحة إن هي تطلب المعونة عندما تحتاج، يعني مش عيب إنك تطلب المعونة من جوزك، من ماما، من حماتك، من دكتور، اطلبي المعونة. خليكي طبيعية وتتوقعي إنك أنت في يوم هتبقي مبسوطة وفي يوم هتبقي متضايقة، يعني خليكي طبيعية، وخليكي طبيعية في توقع ان مجيء طفل للحياة هو امر ضاغط عليك. فكرة كمان، الرياضة تحت اشراف الدكتور من باب التنفيث عن النفس، ويعني تعديل المزاج، الرياضة لها شيء مهم جدا، بتنصح للمرأة بالذات في اواخر الحمل، طبعا طول الحمل، بس مش رياضة ما اقصدش انها تشيل حديد، هي كفاية اللي هي شايلاه، لكن اقصد رياضة يعني زي المشي، زي الخروج من البيت، زي تغيير الجو يعني، طبعا تحت اشراف دكتور. ايه كمان تاني؟ الاعتناء بالاكل الصحي والبعد عن الاشياء الضارة، السجاير والقهوة، ومش بس ما تشربش، ما تقعدش مع مدخن، ما تشربش قهوة، ما تشربش خمور، ما تاكلش أكل حريف أو أكل مضر أو دهون كتيرة، يعني يبقى في نوع من أنواع الاعتدال تحت إشراف الدكتور يعني. تحسين العلاقات بشريك الحياة،
للطرفين، للزوج وللزوجة. نصيحة كمان عدم العزلة، يعني ما تخشيش في عزلات تتعبك وتتعب عيلتك، ما بتقعديش لوحدك. نقي المكالمات اللي تعمليها مع الناس، في مكالمات بتجيب روح، تعرفي الناس روحها حلوة ودمها خفيف، وفي مكالمات تجيب لك حب الشباب، يعني في مكالمة تتكلمها تنتهي بكارثة تقلب لك مزاجك. فنقي الناس اللي انت بيسموها سكرينينج فور كول، تمام. وبعدين الحاجة الأخيرة، نوما هادئا جميلا، ادي نفسك قسط من الراحة، لانك انت لما بتنامي وتبقي مرتاحة وبعيدة عن القلق والتوتر والزعيق والخناقات والقلق، ابنك بيشرب من هذا الدم الصافي. انت متوترة يطلع الواد ايه ضارب، هو الضربان ده بيتنقل اثناء الحمل، تلاقي العيل يتضايق مع مضايقتك، والاتنين بيحسوا ببعض بشكل سري نتيجة انتقال الدم من الام للولد. خلاص. سؤال رقم 8، ما هو علاج اكتئاب ما بعد الولادة؟ طبعا يعتمد على شدة الحالة، يتأرجح الأمر من علاج كلامي إذا كان الموضوع شوية بوست بارتم بلوز اللي هي اعتلالات الولادة، إلى علاج للقلق وأدوية اكتئاب، وقد تصل الأمر زي ما قلنا في الحالات الشديدة إلى أدوية ذهان ثم دخول المستشفى، وكل ده مع إشراف الدكتور، لأن في بعض أدوية بتتاخد زي مثلا دواء اسمه بريكسانولون مثلا، أنا مش عايز أقول الاسم العلمي لكن ده من الأدوية المشهورة اللي بيتعلق محلول أثناء الولادة، ده دواء مشتق من هرمون بيؤدي إلى زيادة في حاجة اسمها الجابة، أو تعديل مادة اسمها الجابة، جاما أمينو بيوتيريك أسيد، بتعدل المزاج جدا، دي بتتاخد في حالات الولادة، ما بتتاخدش غير بمحلول، بتتاخد تحت إشراف دكتور في مستشفى. في أدوية ذهان بتتاخد، فطبعا ده اللي بيحدده الطبيب، بالذات لو كان في أفكار انتحارية أو أذى للطفل أو أفكار غريبة من نوع الهلوسة أو سماع أصوات أو الوسوسة الشديدة أو الرغبة في أذى النفس، هنا بقى يبقى دخول المستشفى أمر حتمي، ومحدش يزعل من أي دكتور لما يقول له مراتك لازم تخش المستشفى في الحالات دي يعني. تمام كده؟ طبعا هنا في نقطة بتطرح للسؤال، هل الست ترضع ولا ما ترضعش؟ عادة لو الدواء خفيف بنقول لها سيبي مسافة بين الدواء والرضاعة، يعني إذا كنت مثلا هتاخدي الدواء رضعي الأول وخدي الدواء واستني 2 3 ساعات بعد الدواء، ما تاخديش أدوية تاني، أو قد تكون 4 ساعات. لو الطفل ينفع يتفطم يفضل إنه يتفطم، بالذات لو سنه بقى عدى 6 شهور نبتدي ندخل ألبان أطفال وألبان تانية، لكن طبعا ما بنحبش نحرم الولد من ثدي أمه، فحتى بنقول لها حتى لو الأمر طلب، طبعا كل ده تحت إشراف دكتور لأن أدوية الاكتئاب وأدوية الذهان بتأثر على البيبي، فقد ينصح لها بالرضاعة مرة في اليوم مثلا من أجل الاحتفاظ بالصلة الوثيقة بين الأم وبين الطفل، لو الحالة جديدة في مستشفى لا بنمنعها من الرضاعة، لكن لو الحالة تحت إشراف دكتور هنا بقى بناخد وندي، وبيبقى فيه على فكرة كلام رايح راجع ما بين طبيب الأمراض النفسية وطبيب النساء، وبنتكلم إحنا الاتنين مع بعض وبنقول طب نرضع مرة ولا مرتين وبعد الولادة ب2 3 ساعات، ولو بالليل مثلا أخدت الدواء ودخلت تنام والواد قام بالليل جعان، هل نديله رضعة كراوية ولا رضعة أعشاب، يعني بلاش الرضاعة بالليل مثلا كنوع من أنواع الاستثناء، فبناخد وندي مع رأي الطبيب المعالج يعني. طيب السؤال الأخير بقى اللي نختم بيه الحلقة عشان نخش بقى في الأسئلة بتاعتنا، إمتى تطلب المرأة يعني اللجوء للطبيب؟ أول حاجة إذا زادت الأعراض عن أسبوعين، أنا شخصيا شايف إن ده كتير، هو ده كلام الكتب، لكن أنا شخصيا بقول بعد الولادة 3 4 أيام الدنيا مشيت وتحسننا كفاية، ما فيش ما يمنع أبدا إن المرأة تروح للدكتور حتى لو بعد الولادة ب3 4 أيام 5 أيام مش قادرة تروح تستشيره بالتليفون، أو تبعت جوزها أو تبعت حد من طرفها يحكي الأعراض فيبتدي يقول له آه لا نكمل أو نصبر، لكن كل الكتب بتقول خلال اسبوعين، انا شخصيا بشوف ان اسبوعين ده ممكن تبقى الفتره القصوى، قبل كده ما عندناش مشكله. 2، لو كانت مش قادره تكمل حياتها اليوميه بشكل طبيعي اللي هو الاكل والشرب والحموم واللبس والنوم والكلام ده. 3، لو مش قادره
تتعامل مع احداث اليوم. يعني قومي حضري الاكل، يعني السيتويشن بتاعت كل يوم، مش قادره تواجه اي حاجه جديده. اذا جالها افكار دي خطيره جدا، اذى نفسها واذى ابنها، دي فورا، دي في الحال دي تقفل وتجري على الدكتور. هنا بقى لازم دواء فورا. يعني اذا كانت هي حاسه ان هي قلقانه او خايفه او بانيك او متوتره او بتعيط اغلبيه فترات اليوم، طبعا اللي انا قلته مش كلهم، اي حاجه من دول، يعني مش لازم استنى الرصه دي، الست حاجات اللي انا قلتهم، اي حاجه من دول اختارهم، اذى النفس او اذى البيبي، او افكار من نوعيه اصوات بسمعها او اصوات او حاجات بشوفها او ضلالات جوه دماغي او رغبات غريبه جوايا او احساس بالارهاق العام او النوم الشديد او البكاء المستمر، نلجأ للدكتور. بصوا يا جماعه، احنا مش هنخسر حاجه، استشاره يعني قليله تمنع بلاوي كتير. كده انا تقريبا عديت على الـ9 نقط بتوعنا النهارده. يا رب تكون الحلقة مفيدة ومبهجة وكلنا نبقى استفدنا منها. ودلوقتي بقى نفتح التليفونات في استقبال حضراتكم، ونبدأ بالتليفون الأول. أم مينا من المنيا، اتفضلي يا أم مينا. ألو، طيب معلش، واضح إن أم مينا في المنيا غابت عننا، تحاول تتصل بينا تاني. حابب أقول للأحباء اللي بيسمعونا يعني زي رسالة عامة مرتبطة بموضوعنا وبكل مواضيع الاكتئاب، سواء فترة الولادة أو غير الولادة. معانا تليفون، معانا أم مينا، رجعت معانا تاني. اتفضلي يا أم مينا. أيوة دكتور، اتفضلي يا ستي، أنا معاكي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي مشكله، فحضرتك تسمعني للاخر وتجاوبني لو سمحت باستفاضه، يا ربنا يخليك. تفضلي. انا جوزي من 4 شهور كان بيحس بتنميل في راسه من فوق، اوجات بيبقى في الجنب الشمال واوجات بيبقى في الجنب اليمين، يقول حاسس زي ما يكون في نمل او دبان ماشي على دماغي. بعد كده في من ورا بيحس في راسه من ورا بسخونه وحرجان، وزي ما يكون في حد بيفري في دماغه. فالناس اللي حواليه كده واللي في الشغل قالوا له ده ممكن يكون ضغط، فروحنا لدكتور قلب واوعية دموية، فقال له ده عندك ضغط عالي، فاداله اللي هو ترياتات 2 ونص. وبعد كده مشينا على العلاج ده لمدة 10 أيام ومفيش نتيجة، فجانا لنفس الدكتور تاني فاداله اكس درين مسكن مع دواء الضغط. بعد كده رجعنا له بعد مده برضه ما عملش حاجه، قال ده محتاج دكتور مخ واعصاب. فرحنا لدكتور مخ واعصاب، قال ده محتاج يعملوا لي رسم مخ وعايز اشعه مقطعيه وطلب شويه تحاليل دم. فاحنا عملناهم ورحنا له تاني، قال هو ما عندوش حاجه عضويه، ده عنده حاجه اسمها توتر عصبي ونفسي. وكتب له على برشام، هو معلش يا دكتور هي الكلمة بالإنجليزي هعمل لها لحضرتك حروف كده، سي اي بي ار اي ال اي اكس 10 كويس 10 مللي كويس سيبراليكس تمام كويس كويس. فقال له هتمشي على البرشام ده لمدة 6 شهور، أول جرعة هناخد نص جرعة. لا من غير تفاصيل عشان الوقت يا حبيبتي، السؤال إيه؟ أنا خلاص وصلني الموضوع، بس عشان الوقت ما يطولش، سؤالك إيه؟ السؤال يا دكتور دلوقتي إحنا كده ماشيين صح ولا لأ؟ ماشيين كويس أوي يا حبيبتي، الدواء اللي طيب مكتوب ده دواء كويس أوي. طيب يبين النتيجة إمتى يا دكتور؟ مش قبل 3 أسابيع. يعني إحنا بدأنا في الأسبوع الثاني دلوقتي. لازم تستني بس 3 أسابيع. ما فيش نتيجة. لو بعد ثلاث بصي لو بعد 3 أسابيع ما حسيتيش بنتيجة، حضرتك راجعي الدكتور تاني وقولي له ان الدواء ما جابش نتيجه، عشان هيعمل حاجه من اتنين، يا هيزود لك دواء يا هيزود لك جرعته. طيب حضرتك هو العلاج لمده فتره 6 شهور مش في ليه خطوره على الانسان؟ لا، طالما تحت اشراف دكتور ما فيهوش خطر، بس هو بيقول لك الحد الاقصى، ممكن يبقى اقل من كده، بس هو حاطط لك الحد الاقصى للعلاج يعني. طيب معلش يا دكتور، هو دلوقتي احنا نكمل مع المخ والاعصاب ولا نروح لدكتور نفس وعصبي بما انه هو توتر نفس وعصبي؟ يعني اللي يريحك، الاثنين بيقوموا بنفس الدور،
في حالة التوتر احنا بنفضل الدكتور النفسي الحقيقة، لانه اقرب للدكتور المخ والاعصابي في الحاجات العضوية. اه لكن لو حسيتي ان الدواء لغاية دلوقتي المكتوب دواء كويس، استشيري دكتورك بعد 3 اسابيع اه وشوفي ايه اللي هيحصل. لو تحسنتي كملي معاه، لو ما كانش استشيري دكتور امراض نفسية وعصبية. طيب هو الحالة دي يا دكتور منين؟ علشان ممكن نتلاشاها، يعني تيجي منين الحالة دي؟ اسمعي حلقة التوتر اللي انا عاملها على النت، هتلاقي عليها كل التفاصيل حبيبتي. يعني ماشي خش على شكرا دكتور. اليوتيوب واكتبي القلق اه والتوتر، هتلاقي كل حاجة مكتوبة. ماشي شكرا تحت دكتور أمرك على حبيبتي. الشكر. العفو حبيبتي، تحت أمرك. معانا لويس من سوهاج. ازيك يا لويس؟ ايوه اهلا اهلا، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا غالي؟ تمام، اهلا، الله يخليك يا دكتور، ربنا يديك الصحه، انت منور الشاشه يا دكتور. نور بيك يا حبيبي. والله معايا سؤالين. معايا ابني انا 40 سنه، ما بينامش، ما بينامش خالص، ايوه، يعني بالليل ما بينامش خالص، وبعدين كل ما اجي احدده كمان الدهون الاقي الدهون مرتفعه، ياخد علاجات وبرضه ما فيش نتيجه، فعايزك ترشدني على ايه سبب قله النوم وموضوع الدهون بص، دي. واحدة من أكتر أسباب قلة النوم عدم ضبط الدهون الثلاثية والكوليسترول. معلومة نادرة جدا بس أديك عرفتها. دواء الكوليسترول أو الدهون الثلاثية لو اتظبط هتلاقي نسبة النوم اتحسنت. وارد بالإضافة لكده إنه يبقى ابنك متوتر. بس الأول لو ايوه، ما حد هو في من ناحيه التوتر، اه عنده توتر، بس لو الكوليسترول هموم وافكار، ويعني مش مرتاح نفسيا. حلو، لو الكوليسترول عالي يتظبط، وبعدين حضرتك تقوم بالزيارة لدكتور أمراض نفسية وعصبية يكتب لك دواء للتوتر، النوم هيجي طبيعي على طول. معايا يعني حضرتك؟ دلوقتي انا اضبط الدهون. دواء الدهون مع دواء دكتور مع زيارة لطبيب أمراض نفسية. يعني قلة النوم كانت مع دكتور أمراض نفسية. بالظبط. طيب السؤال الثاني، معايا المدام دايما تصرخ من إيديها ورجليها، ورحت وديتها لدكتور بتاع مخ وأعصاب عندنا في سوهاج، كتب لها على الأدوية اللي هي إيه، اللي هي مخدرة، وجبناها عن طريق الجدول، وكانت تصرخ، واخيرا ربنا يعني كرم وبقت كويس، ولكن دايما ايديها منمله. هي المدام عندها سكر او حاجة؟ المدام عندها سكر؟ ايوه يا دكتور حبيبي، عندها سكر، وايوه عندها سكر. طيب مع دواء المسكن اللي هو بتاع الجدول اللي حضرتك بتقوله ده، اللي غالبا هيبقى يا ليريكا يا ليرولين يا حاجة زي كده، ايوه، ما انا خدته مره وما كررتوش تاني، ما هو مش هينفع كانت لان صرفه تصرف. صعب شوية. بس نصيحتي حضرتك ايوه دكتور السكر يظبط لك السكر بحيث يبقى السكر التراكمي تحت 6.5. لا بلاقي 8، 8 ونص. لا، 8.5 ده يبقى لا يمكن الألم ده هيروح. لازم السكر يتظبط، ومع ظبط السكر في أدوية بتتاخد عند دكتور السكر، مش لازم دكتور أعصاب، بتقلل الإحساس بالألم، لأن السكر بيعمل ضعف في الأعصاب، ضعف في تغذية الدم اللي رايح للأعصاب، فالعصب بيلتهب. يعني نصيحة سعادتك ان الموضوع ده من السكر. من السكر، اظبط السكر، كل ده هيتظبط إن شاء الله. واسمع بس الرقم كويس، افتكره، السكر التراكمي يبقى تحت 6.5. وأنا تحت أمرك حبيبي، ربنا معاك ويطمنك عليها. معانا سماح من أسيوط. أهلا يا سماح. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ والحمد لله حبيبتي كويس بخير. يا دكتور انا عندي اخويا كان عنده كورونا وخف، حضرتك بعد عمل عزل 21 يوم كويس. دلوقتي يا دكتور هو بعد ما عمل العزل جه دلوقتي يشكي، دلوقتي يقول لي قلبه وجعني، مش عارف ايه وجعني، وراح كشف عندي 7 دكاترة جنب، قال لهم ما عندكش حاجة، عمل أشعة جنب ما عندكش حاجة. ده جلجان، جلجان يا حبيبتي، جلجان، عارفة الجلجان؟ طيب يا دكتور رايح عند مخ واعصاب، النهارده رايح عند دكتور مخ واعصاب، طب والحل ايه يا دكتور؟ انا زعلانه قوي عليه ومش عارفه اعمل لا ايه. ما تزعليش، ياخد الدواء بتاع المخ والأعصاب وهياخده بعد 10 أيام هيبقى كويس. ما بينامش خالص حضرتك يا دكتور. طب انا هاجي انيمه، قولي له انتوا ساكنين فين وانا اجي انيمهولك.
لا ماشي يا دكتور ماشي، انا مش على حاجه. لا هو ده الدواء حبيبتي ما بيشتغلش من اول ليله هو بينام المنوم يا دكتور، احنا خايفين عليه لحسن المنوم ده يعمل له اثر يا ولا حاجه. حبيبتي، ده انتوا لسه اول ليله تروحوا للدكتور، اصبري شويه يا حبيبتي، اصبري يا بابا، اصبري اصبري. مش الادويه طبيعي يا دكتور، ده حضرتك بعد الكورونا بيحصل قلق شديد، لان هو بيبقى خايف على نفسه واتعرض لضغط وخوف والكورونا وبتموت وبتاع، مع انه خف، لكن الخففان ده قلقه. انا بقيت كويس مش كويس، هعديكوا مش هعديكوا، هعيش مش هعيش، ايوه بيعمل لنا كده فعلا يا دكتور بالظبط. فعلا. فهو بس هو يهدى شويه ويسيبها على ربنا وياخد يعني الادويه. حضرتك ما يأثرش مثلا على اعصابه ولا نفسيا ولا اي حاجه؟ لا ولا حاجه، ولا تخافي، وهيبقى زي الفل واحسن مني شكرا خالص ومنك يا دكتور، حبيبتي. الف ربنا سلام، يخليك يا رب، شكرا خالص. مليون سلامه. ازيك يا اكرم؟ اكرم من المنيا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي. من فضلك يا دكتور، انا من زمان يعني من ايام الطفوله، انا عندي 83 سنه دلوقتي. ربنا يديك الصحة يا رب. الله يبارك فيك يا دكتور. فمن الطفوله وانا بعاني بتعايش في يعني كفوف ايدي والصوابع، يعني بتعاني من ايه؟ بتعايش وحشه لدرجه ان يعني مع السن ما بقدرش امسك كوبايه ميه، كاس المناوله ما بقدرش امسكه. يعني انت في رعشة، ثواني 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 يا غالي، في رعشة في ايديك يعني؟ ايوه في رعشة. من الصغر بس زادت مع كبر السن طب يعني. حاج زرت طبيب اعصاب ولا لا؟ ايوه زرت 3 دكاترة. تمام. الاولاني قال لي ده شال الرعاش واعطاني سيناميت وبي كي ماجنو، كويس. الحقيقه ما جابوش نتيجه، فرحت لواحد دكتور تاني اعطاني اندراج و بي كي بتاع كويس برضه ما جابوش نتيجه. تمام. رحت الدكتور التالت شخصه اسنشال 3 مور اس، ايوه اسنشال يعني اسنشال ليه تريمورز، ايوه علاقه شويه بالوراثه يعني. بالوراثة، ودي حقيقة. هو اعطاني يا دكتور يعني استبعد فكره الشلل الرعاش، عطاك ايه؟ يعني استبعد فكره الشلل الرعاش. لا ما هو الشلل الرعاش ما بيجيش من الطفولة، الشلل الرعاش بيجي بعد سن الـ40، بس طيب هو يعني اداك شخصه ايه المرض ده؟ اداك ادوية ولا لا؟ اعطاني كل هرجين ميتة، اداك ايه؟ تدرج الكبسولة واحدة في اليوم، دلوقتي باخد 6 في اليوم، اتنين اداك كونفنتين ولا ايه؟ انا مش سامع كويس. ايوه كونفنتين 100، كويس. كونفنتين ايوه، 100. ارتحت عليه ولا لا؟ شوية يا دكتور يعني، بس ليا تقريبا شهرين ماشي عليه، وبعدين قال لي خد اندرال بدل. هو الحقيقة أكتر دواء لقوه بيجيب نتيجة في حالات الإسنشال تريمورز اللي حضرتك بتشتكي منها هو الإندرال، لأن ده مش مرض عضوي، ده حاجة أنت ايوه مولود بيها من صغرك يعني، في ناس ايوه كتيرة بس عندها. زادت مع الكبر دكتور قوي. عفوا يا فندم، هو حضرتك كان المفروض من صغرك تتعالج، مش تروح لتلات دكاترة دلوقتي. لا انا الحقيقه اتعالجت برضه في منتصف العمر وما كانش في اي هي نتيجه بتزيد يعني. شوية مع الكبر، بس عايز اقول لك برضو ان ايوه الموضوع هياخد شوية وقت والجرعات هتتظبط، وتاخد مش دواء اكتر من دواء، يعني الادوية اللي انت بتاخدها وداني كل اللي سمعتها من حضرتك بتقول انها ادوية كويسة جدا، بس مطلوب من حضرتك شوية صبر وطولة بال، ولو عاوز نصيحتي اعمل شوية علاج طبيعي على صوابعك، يعني خلي دكتور العلاج الطبيعي من الحاجات اللي بننصح بيها، انك انت تجيب كورة زي كرة التنس وتخرمها او كاوتشة وتدوس عليها بايديك عشان تقوي عضلات ايديك، كل ما عضلات ايديك تقوى كل ما الموضوع ده بيتحسن، بس للاسف هي حاجه مزمنه فعلاجها بياخد وقت، لكن لو عملت التمارين دي بايديك الاتنين كده طول ما انت قاعد هتخلي العضلات تبقى تعرف تتحرك كويس يعني. كان الكونفنتين كويس يا دكتور؟ الادويه كويسه جدا، الكونفنتين كويس، واللي عندك فعلا اسينشال تريمورز مش باركنسونيزم يعني. ايوه وألف معهم مليون سلام عليك، اعمل بس التمارين وكله هيبقى كويس إن شاء الله، وأنا تحت طب أمرك حبيبي. سؤال تاني يا دكتور معلش. اتفضل يا فندم. عندنا واحدة يعني عندها ازدواج شخصية يعني في الكنيسة ملاك طائر،
وفي البيت وحش كانسر. ابعت لي الوحش ده، سيب خلي الملاك ده في الكنيسة وابعت لي الوحش ده ما عندنا. طول بالك يا دكتور، ما انا مطول بالي. اتفضل. رافضة نهائيا تروح لدكاترة. انا بعتذر لحضرتك جدا، لو هي رافضة مش هنعرف نعمل لها حاجة. اللي بيبقى رافض ده ما نقدرش نعالجه بدون رغبته الحقيقة. يعني ده نية طيبة رائعة من حضرتك، ولكن رفضها بيحطنا قدام تحدي. اللي رافض العلاج احنا من زي اللي رافض التوبة، ربنا ما يقدرش يعمل له حاجة. وقت ما تنوي احنا تحت امرك، لكن هي رافضة زي ما واحد مش عاوز يتوب ربنا ما بيتدخلش في الموضوع غير لما نقنعها نسايسها نكلمها، انما نفرض عليها العلاج للأسف ده ما بينفعش. وانا بعتذر لحضرتك جدا، يعني كان نفسي اطول بس للأسف عندنا تليفونات كتير. ربنا يشفيك ويطمن عليك. مرثا من القاهرة، مرسى تفضلي. مرسى من القاهرة، مرسى من القاهرة، تقدري تتصلي بينا تاني يا مرسى بعد اذنك؟ هو التليفون تقريبا اتقطع يا مرسى. معلش استكمالا للموضوع بتاع اخونا الغالي استاذنا الفاضل اللي كان بيتكلم، احنا عندنا قضية حاسمة أرجو حضراتكم تنتبهوا ليها، لأن أنا بشوف الكلام ده كتير جدا في العيادات أو في المستشفيات، إن ألاقي واحد سحب لي واحد بدون رغبته ويرميهولي على الكرسي يقول لي عالجه وهو مش عاوز. عفوا يا جماعة، عفوا اعذروا تعبيري، إحنا مش بنصلح عربية تجيب لي عربية بايظة وترميها وتمشي. الإرادة الإنسانية مهمة جدا في العلاج. طول ما هو رافض العلاج احنا دورنا بيبقى محدود، لان انا ممكن اتكلم معاه مش سامعني، اكتب له دواء مش هياخده. في حاله واحده بس نعالجه لو هو وافق، او لو هو مهدد بقى خطوره او عامل خطوره للناس، ساعتها بننصح ان احنا نبقى ندخله مستشفى منعا للاذى لا لنفسه ولا للاخرين. معانا ابن الرب من سوهاج. الو ابن الرب. الو. اتفضل يا حبيبي انت على الهوا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبي، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا على معاني من صوت قاهر. ايوه. على معاني من صوت قاهر ليا اكثر من 15 سنه. كويس. وكنت عايز اعرف انه المرض دي هل هياخد لحد طول العمر علاج ولا ايه؟ انت اتحسنت بالعلاج ولا لا؟ بقالك قد ايه بتاخده؟ بقالي ليه اكتر من 15 سنه. بتبطله ولا ما بتبطلوش؟ لا ما بطلوش. طيب وانت اللي هو ريحني اللي ريحني من سنه 2013، يعني ليه حوالي 7 سنين. طيب هل حاولت تبطله قبل كده وتعبت؟ ايوه بس من زمان، من فتره كبيره، من سنه. بص احنا بنكمل على الدواء. لو هو المفروض ان الدواء له مده، ومع الدكتور المعالج يقول لك المده كذا ويحاول يقلله لك شويه. لو قلله لك اكمل كلامي. من العلاج بقى حاليا خفيف. لو لا، ما انا مش هقدر اعالجك على الهوا عشان ما لخبطكش. خليك على العلاج بتاعك وراجع مع الدكتور اللي انت بتعالجه. لو الدكتور قال لك كمل على الدواء على طول، لان الوسواس درجات، في درجه خفيفه ودرجه جديده. في ناس تبطل الدواء من هنا تتنكس من هنا، وساعتها بننصح يتاخد الدواء ده طول العمر. قول عشان اريحك، انت بتاخد ايه؟ قول. باخد فلوزاك. ايوه. مرتين في اليوم. كويس. وايه تاني؟ ومارتي مارش. ايوه. وديريكس. لا كمل مع الدكتور بتاعك، ما توقفش غير لما هو يقول لك. والادويه اللي انت بتاخدها كويسه؟ يعني هتستمر طول العمر ولا يدلو؟ لا انا ما قلتش طول العمر، انا قلت لك كمل مع الدكتور بتاعك وتابع، خده وزور الدكتور بتاعك كل كام شهر وتقول له اكمل الجرعه دي ولا اقلل ولا زي ما انا، هو اللي يقول لك. لكن انا على الهوا ما اعرفش حالتك لان انا ما شفتكش. الدكتور بيبقى عنده التاريخ المرضي بتاعك يعني. وربنا يتمم لك الشفاء، انما لو الدكتور قال لك خده طول العمر خده وما تخافش، عامل زي دواء الضغط او السكر يعني. الف سلامه على حضرتك. معانا مريم من كاليفورنيا. ايوه يا مريم. سلام يا دكتور.
سلام ستي، اهلا بيك. انا عندي مشكله، شكرا. عندي مشكله مع اخويا، هو تقريبا 40 حوالي 40 سنه، عنده الايام دي خوف شديد من سواقه العربيات، مع ان الناس كان في علاجهم هو لازم تدرايف، ما كانش كده من الاول. دلوقتي جاله هلع شديد لدرجه الفكره مسيطره عليه طول اليوم حتى هو في البيت. من غير سبب ولا في سبب؟ من غير سبب؟ ثواني حبيبتي، في سبب ولا من غير سبب؟ كان فترة عمل حادثة وبقى كويس وبيسوق بعديها وزي الفل. الفترة دي لما قعدت كتير في البيت بيرجع تاني لحاجة طبيعية، مش عارف. هو اللي عنده ده بانيك اتاك. ده اسمه بانيك اتاك، ده محتاج علاج. بصي، هو البانيك اتاك ده غالبا في سبب مرسب قديم، الحادثه اللي حصلت له، وغالبا بيستدعي الذكريات تاني، بيعمل زي ميمورايزيشن للاولد بينز اللي عنده يعني. فالميمورايزيشن دي بتخليه يخاف. هو ينصح له بشورت كورس اوف انتي انكزايتي. حد بسيط يعمل معاه زي كونسنج خفيف ويكتب له كورس 3 4 اسابيع، هيبقى كويس جدا. الف الف سلام عليه حبيبتي، تحت امرك. معانا فرج من المنيا، ازيك عم فرج؟ الو الو، اتفضل يا استاذ فرج. ماشي بس اتفضل. لا تخيلوا، مساء النور، اطفي التلفزيون وكلمنا من التليفون حبيبي. حاضر يا باشا، اتفضل. مساء النور يا حبيبي، اتفضل. سعادتك، انا مشغله معايا نظام تكريع على طول، عيدي بتاع 4 اشهر. تمام، بس كده يعني. سعادتك التكريع شغال على طول. طيب دلوقتي انت كشفت ثواني كشفت يعني. كشفت عند دكتور جهاز هضمي ولا لا؟ لا. اللي انت بتشتكي منه مرض نادر جدا، بيجي واحد كل 10,000 واحد، اسمه ايروفيجيا. تروح لدكتور امراض نفسية. ده عندك، ده انت عندك ارتجاع في الهواء من المعدة لانك بتبلع هواء كتير. ممكن ممكن حضرتك؟ لا هو مش ممكن حقيقة، انا مش ببيع بطاطا. اللي عندك ده هو كده، مفيش ممكن، هو مليون المية كده، ولا حاجة تخوف ولا مليون المية كده. تروح للدكتور هيكتب لك، في 3 أندوية في العالم بيعالجوه، لو رحت للدكتور شاطر هينقي لك واحد منهم، هتخف بعد 3 أسابيع. تخافش خالص يعني. مين؟ ازيك يا مينا؟ الو الو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا مينا، ايه الاخبار يا دكتور، عامل حضرتك؟ صدقني الحمد لله، زي ما انا من بقالي هنا 3 سنين قاعد على الكرسي ما اتحركتش. طيب رب دايما يا رب. امين يا رب، لما عايزين بس نغير الكرسي، من كرسي الجلد بتاعه باظ. قول يا مينا. بص يا دكتور، انا مش عارف ابص فين، يمين ولا شمال؟ جينات حصلانه معايا. ابص يمين ولا كده؟ دور احتقان شديد في دوري. اه تمام، خدت له ادويه ديسوماكس وحاجات زي كده بتاعت شركه فايزر، بدات الامور تتحسن معايا. جيت في شهر 4 كده لقيت سرعة جامدة في ضربات القلب في دي في النفس، رحت عملت دي على الصدر ما طلعش في أي حاجة. بعد كده خدت دواء اسمه سيليبريكس بتاع شركة فايزر، خدت منه غرفتين في اليوم لمدة 4 أيام، ده عمل لي تقل غير عادي على القلب، كأني داخل على أزمة قلبية صفحة ضرية. أنت عندك حساسية من الدواء ده؟ تمام، أنا رحت وقفت يا دكتور من يوم يعني ممكن من شهر 6 كده، أول 6 ما خدتش تاني منه، لدلوقتي قاعد الألم ده عندي، وعملت إيكو على القلب، عملت رسم قلب، ما فيش أي حاجة ظهرت فيهم. لا، هو اللي عندك في وقتها كان حساسية، اللي عندك دلوقتي خوف من الدواء. اللي عندك قاعد الألم وقاعد لقيت نبض القلب مرة واحدة. اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ مينا؟ مينا مش كده؟ أيوه تمام. بص يا مينا، اللي حصل لك من شهرين ده بسبب الدواء، اللي بحصل لك دلوقتي بسبب انك بتفكر في اثار الدواء. الدواء مفعوله راح. تمام تمام، راح. عارف عارف الاغنيه بتاعت راح راح راح؟ هو راح راح 3 مرات، انما دلوقتي انت قلقان من اللي حصل لك. مفيش دواء بيقعد في الجسم اكتر من اسبوع، فبعد اسبوع مفعوله راح، لكن انت دلوقتي شويه قلق دخلوا كده في دماغك،
محسسنك ان الدواء اللي عمله لك ده هو السبب ومش هيسيب جسمك تاني. حضرتك مشكورا، تروح لأقرب دكتور أعصاب تحكي له الكلمتين دول، هيكتب لك دواء بسيط هيضيع لك الأعراض، ولو عاوز رأيي ما تفكرش في الموضوع هيروح لوحده. تمام، هترجع ضربات القلب زي الأول والدنيا دي كلها دي. وشعرك هيبقى أصفر وعينيك خضرا إن شاء الله، وهتتجوز وتجيب عيال وجميل جمال، وتتربوا في عزك إن شاء الله. بنت الرب من أمريكا، إزيك حبيبتي؟ ألو بنت الرب من أمريكا، نطفي التلفزيون، اطفي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا ماما. أيوه مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا ستي. يا ظلمت يا دكتور، أنا عملت عملية من 5 6 شهور سلسة الرقم، ولقوا المكانة ساقطة على قول المكانة، وبعد العملية بشهرين بعد ما خفيت بقيت كويسة، رحت طبعا للدكتورة قالت لي أنت عندك نتوءات في الرقم. فأنا مش عارفة يعني إيه نتوءات في الرقم؟ أنت هو حجم شلتيه خلاص؟ شلته خلاص، وبعد ما شلته على قول المكانة بعدها بشهرين قالوا لي عندك نتوءات في الرقم. يعني ايه نتوءات يا دكتور؟ مش فاهمها. نتوءات يعني اجزاء زايده في الجلد، حللوها ولا لا؟ لا ما حللوش، هم قالوا لي انت محتاجه عمليه ومحتاجه عندك كأس بدن فقط. لا دي مش عارفه يعني ايه فقط. هو دلوقتي هو مش الرحم، حضرتك بتقولي ان هم شالوه؟ شالوه. ايه بقى اللي سقط؟ مش هم شالوه خلاص؟ قالوا لي سقف البدن، قالوا لي حاجه اسمها سقف البدن، نتوءات وسقف البدن بتقل. هو انت مش في امريكا؟ ثواني حبيبتي، هو انت مش في امريكا؟ في امريكا للاسف. بدن ايه بقى اللي قالوه لك؟ قالوها لك ايه بالانجليزي؟ فيش بدن في امريكا، ايه الاسم العلمي اللي قالوه لك؟ قالوا لي هو نتوءات، انا يعني مش فاكره الاسم العلمي. لا قولي لي، قولي لي بقى نتوءات. نتوءات دي معناها ان الـ 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 الاجزاء من اللحم او الجلد زايده زي زوايد يعني. انما ايه بقى اللي ساقط؟ لا دي ما فيهاش حاجه، بس انا عاوز اعرف ايه العمليه اللي عايزين يعملوها لك وليه؟ هم بيقولوا في جزء تاني نزل تاني بعد ما عايز الرقم محتاج يترفع، انا مش عارفه ايه الجزء الثاني اللي عايز يترفع. ما صدقيني، انا لو تبعتي لي بس التقرير وانا ارد عليك، لان حضرتك بتكلميني بكلام مرسل ما فيهوش تقرير. الجزء اللي وقع ده ممكن يكون اجزاء من الرحم ما اتشالتش كويس، وممكن تكون الاربطه بتاعت الرحم اتسابت زي ما هي، وممكن يكون المثانه ما اتحركت من مكانها، انا ما اعرفش. ابعتي لي التقرير لو تقدري تبعتيه لي على الفيسبوك، ابعتيه لي. ماشي يا دكتور، عموما ما تجيبيش تقارير، وانا كل ما اكلم الدكتوره ليه عملت عمليه تسوي لي. لا حبيبتي بصي، لا بصي حضرتك، معلش حضرتك، انت مش قاعده تحت الكوبري، انت في امريكا. امريكا يعني المفروض في تقرير رسمي، بناء على التقرير نتعالج، احنا مش قاعدين في الهوا. انت فالمفروض يبعتوا لك تقرير رسمي، تاخدي التقرير تعرضيه على الفاميلي دكتور بتاعك وتتناقشي معاه، انما كلام بالتليفون مفيش كده خالص. ده انت المفروض بيقول لك ايه العمليه ونتائجها ايه، والريبورت اهو، وتكتبي كونسنت قبل ما تعملي العمليه، لكن الكلام المرسل ده عفوا سامحيني مش داخل مخي يعني. فمعلش. ظهري عندي الام في ظهري كتير قوي. بعد معلش دي قصه تانية، دي قصه تانية، خلينا بس في العمليه نشوف ايه اللي حصل. اطلبي منها تقرير مكتوب، وناقش التقرير ده مع الفاميلي دكتور بتاعك او مع اي دكتور من الكنيسه اللي انت فيها، ولو تقدري تبعتيهولي على الفيسبوك ابعتيهولي بعد اذنك، وانا تحت امرك يا ماما. ماشي. ام جورج من اسيوط، ازيك يا ام جورج؟ ازيك يا دكتور؟ الحياه تصدقيني كويس يا حبيبتي، الحمد لله. نشكر ربنا ان انا وصلت لك اخيرا يا دكتور. صدقيني وانا سعيد اني سمعت صوتك. ربنا يديك الصحه. امين يا رب. انا دي عملت حادثه، دي من 7 ونص. حادثه دخلتي في ايه؟ كنت راكبه الميكروباص، وكنت اخر واحده في العربيه ورا. بس هو انا ما حصلش حاجه يعني، ولا دم ولا بتاع. القفص الصدري عندي حصلت، قعدت 15 يوم ورحت من العظم ده، وبعدين دوخه شديده بدات تجيني،
واحس بالم في راسي، يعني كل حته كانه فجل كده في الراس من قدام ومن ورا. سامعني يا دكتور؟ سامعك يا حبيبتي. سؤالك ايه؟ اتفضلي. انا عايزه، انا كشفت كتير، يعني كشفت مخ واعصاب مرتين، كشفت انف اذن وحنجره مرتين، وعملت اتزان، وجالت لي في حبوبات كريستال اتحركت من مكانها في الودن الشمال. كويس. انا دلوقتي انا بحس يا دكتور بدوخه، و يعني مثلا لو في زي تبل في راسي بيجي من كل ناحيه شويه. يعني دي انت محتاجه علاج للاذن الداخليه، ده دكتور انف واذن حضرتك بتروحي له بيكتب لك فيه 3 4 انواع من العلاجات مشهوره بيكتبهم لك. الموضوع ده بياخد وقت بس بيتحسن، ما تخافيش يعني. هو قال لي كريستالات، انا عملت اتزان يا دكتور، اختبار ما التزان. هو طالما عملتي اختبار اتزان ولقيتي ان حصل فيه اللخبطه في الدوره الدمويه بيكتب لك علاج بيرجع الدوره الدمويه الطبيعيه، بس بتاخد وقت يا حبيبتي. دي موضوع يعني معلش هو بايخ شويه بس بياخد وقت، انما بترجعي كويسه. حضرتك يا دكتور معلش انا اتعبك شويه، هل ده ليه دعوه بمخي؟ يعني انا دايما فكري ان انا في حاجه في مخي. لا ده مش مخك، ده ودانك. يعني الالم اللي في المخ ده من الودان والدوخه؟ ايوه من الودان والدوخه. ماشي يا دكتور، ربنا يديك الصحة. سلامتك يا حبيبتي، ألف سلامة. معانا عاطف من الجيزة، ازيك يا عاطف؟ اتفضل، اطفي التلفزيون يا عم عاطف. حاضر يا عم، اخش انت. ايه؟ اخش انت كده الدكتور انت. خش انت على الهوا على طول، ما زق الباب وخش انا الدكتور. ازيك يا دكتور؟ اقلع الجزمة وخش على طول. لا ولا حاجة، ده أنا قلع الجزمة أنا كمان. قول. ازيك يا دكتور مجدي؟ صدقني الحمد لله بخير، دخلت ولا لسه؟ أه يا باشا، أنا أنت منور والله. صدقني الحمد لله. منور والله. وأنت عامل إيه النهاردة؟ نعمة ربنا الحمد لله. طب قول بقى عينيا. المدام بس بعدين تحضر ليها طالعة بتاعت حضرتك. اتفضل، إحنا ما نقدرش نرفض طلب للمدام. ألو مساء الخير دكتور. مساء النور، إيه المقدمة دي كلها عشان تتكلمي أنتِ؟ عايز اتكلم انا. اهلا، ده واضح ان جوزك بيخاف منك. شفت خايف مني قوي. طبعا حكومه ما شاء الله ربنا، دي انت مع اللي مال ادب يعني. تمام. بص يا دكتور، انا عندي قلق وما بنامش، رحت الدكتور مخ واعصاب. هو خدت علاج اسمه اسيبا، ده باخده بالضغط. باخد في كول ده، باخده قرص بالليل. كويس. والمكياج نص قرص، بس باخده يا دكتور بنام بس بالعافيه وبصعوبه، ادوب ينشف كده. بقالك على العلاج قد ايه؟ بقالي على العلاج شهر. لا العلاج اللي انت بتاخديه كويس، بس غالبا الدكتور هيغيرهولك او هيزود لك الجرعه. ما انا رحت استشاره دكتور وكتب لي، يعني اللي هو المكياج دوت كتبه لي يعني نص قرص، وقال لي لو ما عجبنيش عليه تاخدي قرص كامل. ده كلام صح جدا. حتى التحسن او في النوم. لو ما تحسنتيش على قرص خليه يغيره لك كله من اوله. طب يعني انت حضرتك دلوقتي كان في حد كلم حضرتك وقلت ان ما نسبه الكوليسترول بتبقى عاليه. انت كوليسترولك عالي؟ لا انا مش، انا يعني انا سمعت من حضرتك بس انا مش حاسه ان كنت. لا لا، هو خلي بالك، انا مش قصدي ان كل واحد ما بينامش كوليستروله عالي، واحد عارف ان الكوليسترول عالي واحده من اعراضه عدم النوم. انت عندك مشكله في الكوليسترول؟ لا انا ما عنديش. خلاص. طب عندي قرص وما بنامش كويس. وانت متضايقه، انت متضايقه من متضايقه بنام بس مش كويس. متضايقه من حاجه؟ لا لا ما عنديش اي حاجه. يعني ظروفك كويسه؟ ظروفي كويسه. في مشاكل في البيت؟ اه. يبقى في مشاكل اهو. لا لا ما فيش مشاكل، ما فيش يعني كل حاجه كويس. حلوه والرغيف كبير وكل شويه يقولوا لنا فكوا الحزام، كل حاجه زي الفل. طيب يبقى هو يعني الاغلب انك انت عندك حاجات توتر طبيعي، مش حاجه ما تقلقش يعني، طالما الموضوع ما فيش مشاكل ولا حاجه تغيير العلاج هو اللي مطلوب. اصل بصي حبيبتي، مش كل دواء يناسب كل الناس، فلو انت خدتي دواء ما ريحكيش ده مش معناه ان الدواء مش كويس، معناه انه مش مناسب، مش مقاسك. فانت لو ما ارتحتيش على انك تزودي المرتماش قرص كلمي الدكتور
وقولي له ان الدواء مش مريحني ومش بنام عليه، عنده بدائل كتيرة جدا لأدوية النوم، فممكن يشيل ده ويحط ده. ماشي يا دكتور. وسلمي لي على جوزك الراجل الفاضل الحلو ده اللي دخل معانا في المداخلة الجميلة. فراجل فاضل. اه سلم لنا عليه كتير، الله يبارك لك. ازيك يا عماد؟ عماد يا فندم. اتفضل يا حبيبي. بخير يا دكتور. مساء النور يا غالي. حضرتك يا دكتور كنت عاوز تليفون حضرتك. انا متاسف تليفوني مش هينفع، قول سؤالك على الهوا على طول. اتفضل. يا اما تبعت. حضرتك انا بعاني دلوقتي من ضربات قلب زياده. اه تمام. وعندي حساسيه مزمنه. اه وعندي في نقص في الاكسجين. نقص في الاكسجين، عرفته منين؟ حضرتك بقيس على طب الجهاز. انت جايب جهاز في البيت تقيس الاكسجين؟ اه وضربات القلب والحاجات دي. ده في عرف مين ده انك تجيب جهاز؟ ايه اللي خلاك تجيبه؟ ما دوت انا من زمان بتعالج بالموضوع دوت. اه انت عندك ازمه ربويه يعني؟ اه ازمه صدريه. طيب سؤالك ايه دلوقتي؟ حضرتك انا ده الاكسجين عندي بيقل دلوقتي على طول. ده معناه ان الشعب الهوائيه عندك متقلصه. تمام. فدلوقتي انت حضرتك لازم تروح لدكتور امراض صدريه شاطر، لان علاج الحساسيه اتغير في العالم كله. لازم تمام. تروح لدكتور صدريه شاطر، لان اول ما الشعب الهوائيه بتتقلص الاكسجين بيقل، فلازم يكتب لك علاج موسعات للشعب الهوائية ومضادات للحساسية، في حاجات جديدة جدا نزلت يعني. طب حضرتك لو تقدر بس معلش بعد اذن حضرتك تديني رقم التليفون، لان انا دكتور الحساسية اساسا انا كنت بتعالج عنده قفل عشان الظروف اللي احنا. لا هو انا مش دكتور حبيبي، انا مش دكتور حساسية، انا استاذ اعصاب، فانا اقدر اساعدك لو الموضوع فيه اعصاب، لكن حساسيه احنا ممكن نوجهك لدكتور حساسيه شاطر. فحضرتك حضرتك بعد الحلقه تواصل معانا على الفيسبوك واحنا نشوف لك حد كويس نقدر نساعدك عن طريق. انا صراحه انا لما باجي اخش على الفيسبوك مش بعرف اتعامل. معلش هو انا اسف، هم في البرنامج ممكن يساعدوك توصل لنا ازاي ان شاء الله. تحت امرك، العفو. ام ابرام من اسيوط، ازيك يا ام ابرام؟ ايوه اتفضلي. اهلا يا دكتور، مساء الخير. مساء النور يا ستي. ممكن اسالك سؤال يا دكتور؟ تدفعي كام؟ قولي يا حبيبتي انا سامعك. الدكتور مجدي؟ لا ابن اخته حبيبتي، انا ابن اخته كريم. بص يا دكتور، بابا قاعده وفي امي حاسه الارض كلها بتهز بي. لما بتبقي قاعده الارض بتتهز بيكي؟ لا بابا قاعده كويس، انا اقوم الارض احس كل الارض بتتهز بيا. اه بتدوخ يا ماما الدنيا بتلف بيكي؟ لا ما فيش دوخه يا دكتور. بتحس ان جسمك مفزوز؟ انا بحس ان الارض كلها بتتهز بيا، وكشفت 3 مرات، واحد يقول لي ضيق في الاحباب، وحد اداني برشام للدواره برضه خدته ما جابش نتيجه. وواحد يعني باخد برشام ضغط وباخد برشام ضربات القلب. انت عندك سكر؟ لا ما عنديش، عملت تحليل سكر ومده وعملت تحليل كوليسترول كله كويس. بتحسي بضربات قلبك؟ لا يا دكتور ما باخد بس بالليل كل الليل. طب لو عاوزه نصيحه، لو انت لو لما بتقفي بتحسي بالارض؟ ايوه بحس الارض كلها ما بتتهز كده. طب انا نصيحتي تروحي لدكتور اعصاب شاطر يا حبيبتي. مخ وحساب يعني؟ ايوه مخ وحساب. اه ماشي يا دكتور. تحت امرك حبيبتي، ربنا معاك. معلش سلامتك، هو الاحساس اللي عندك ده بس عايز شويه صبر وشويه علاج، لان كده معناه ان لما بتقفي على الارض الدنيا ما بتحسيش بيها كويس، فممكن يكون التهاب في اعصاب رجلك يعني. بكرر تاني يا جماعة، معلش حضراتكم طبعا أنا أشكركم على ثقتكم وأسئلتكم، بس دايما زي ما بنقول في شغلانتنا في الطب دي بندي العيش لخبازه. إذا كنت أنا برد على الأسئلة من باب إن أنا عاوز أساعد حضراتكم، لكن فكرة إنه نقول علاج على الهوى أو نكتب لحد دواء ده مش امتناع مننا، ده محتاج تشخيص دقيق وكشف وتحاليل عشان نقدر نحط النقط فوق الحروف. معانا ام كراس من اسيوط، ازيك يا ام كراس؟ ايوه تمام. اتفضلي يا حبيبتي انت على الهوا. ايوه يا دكتور. انت نايمه، جيلك بكره، انا شايفك نايمه ولا حاجه. لا
التلفزيون. لا ما اسمعيش تلفزيون. ما لكيش دعوه بالتلفزيون ولا الغساله، اسمعين انا. ماشي يا دكتور، انا رجلي اليمين. ايوه. وجعاني. اليمين. اه. انا كشفت عليها. ايوه. فالدكتور عمل لي اشعه عاديه. ايوه. قال لي في الركبه فيها ميه. ايوه. فاخذت علاجه وما نفعش. تمام. دكتور تاني حولنا على اشعه رنين. قال لي عشان اعرف الميه جايه منين. فرحت لاشعه رنين فقال لي فيها ضروب في الركبه. كويس. فسببه مرشح ميه. سؤالك ايه طيب؟ وقال لي راحه. سؤالي دلوقتي ان هي مش مريحانه وهو طلب مني عمليه. اه. فايه رايك من ده؟ هو العمليه هيشيل لك الغضروف ولا هيسحب الميه؟ لا هو العمليه قال لي الغضروف غليظ هيشفه وجراحه وليده. طيب بصي حبيبتي، لو عايزه رايي استشيري دكتور تاني. لو الاثنين اجمعوا بعمليه عمليه، العمليه ما فيهاش حاجه، بس دايما الدكتور الثاني قال مش عايز عمليه. لا ما انا بقى دلوقتي عشان اعمل عمليه اخد راي اثنين، ابو من غير عمليه كملي معاه علاج، لو ما ارتحتيش اعملي العمليه. طب هي ريحتني مع العلاج. ايوه. مع الراحه. حلو. بس انا لما اتحركت كانت كويسه برضه شويه. طيب ارجعي للدكتور تاني يكرر لك العلاج ويديكي راحه وتعملي شويه علاج طبيعي. لو ما ان شاء الله ترتاحي، لو ما ارتحتيش فكري في عمليه، لكن جربي الاول من غير عمليه. طب ما انا دلوقتي بقول لحضرتك ان من غير عمليه وبالعلاج. حلو قوي. انا دلوقتي معايا ثلاث اطفال، يعني لازم اتحرك. اه ادي اتحرك بالراحه كويسه معايا، بس انا لما جيت على السريه امبارح يعني. اه. الزحمه بتمني. ادي نفسك ادي نفسك شويه وقت بالعلاج تاني، يعني روحي للدكتور وكرري العلاج وخليكي حنينه في الحركه، عشان بس الدور بيحتاج وقت عشان نخف. لو ما ارتحت يعني لو ما ارتحتيش يعني هو العلاج لما جاب معايا مفعول وهي الزحمه بتمني فرجعت وجعتني تاني. عادي عادي ترجعي للعلاج تاني، بس خليكي متابعه مع الدكتور عشان ندي نفسنا فرصه نخف، لانك انت واضح انك ما اديتيش فرصه لركبتك تخف. الف سلام عليك. معانا ناردين من القاهره. ازيك يا ناردين؟ دكتور ازي حضرتك؟ صدقيني الحمد لله بخير. نشكر ربنا. دكتور استشارة صغيرة كده، أنا من فترة جالي التهابات معدة وارتجاع مريض، والدكتور ساعتها قال لي إن أنت ضربات قلبك سريعة، رحت عملت رسم قلب طلع سليم نشكر ربنا، وبعديها طلب مني أعمل إيكو لأن كان ضغطي عالي جدا، والإيكو طلع عندي ارتخاء في الصمام المصري. عادي جدا ولا تخافي. دلوقتي انا عندي نبضه في الصدر الشمال وشويه ضربات قلب سريعه جدا ولا كاني سمعتك. موضوع سهل جدا، عاوز علاج بسيط. انا باخد نيفلوب 2.5 ممتاز. دلوقتي بقى انا حاسه ان عندي صداع، تصلب راسي سخنه جدا وعندي صداع. لا استني انت لميتي عليها، استني حبيبتي انت لميتي عليها الشارع. ايه اللي جاب الارتخاء لضربات القلب للنيفيلوب لفروه راسك؟ انت انت بتمرجحيني مراجيح. الصداع ده منه ولا لا؟ لا مش منه، ملوش اي علاقه. انت بس تلاقيكي متوتره شويه، لفروه الراس دي توتر. من فوق دماغي كده، دماغي من فوق. اما الفروه فوق، انتوا عندكم فروه تحت في بيتكم؟ لا ايوه هي نفس الفروه مش كده اللي عند كل الناس. الفروه اللي فوق هي اللي عندكم، مفيش فروه تحت. ايه الحل طيب؟ ولا ده شويه توتر؟ انت تلاقيكي متخانقه مع حماتك. لا انا انسه. انت انسه متخانقه مع حماتك اللي جايه. اللي جايه صح. اللي جايه بس تلاقيكي متوتره ولا حاجه، اي حاجه، شويه توتر، قلق، شايله هم، بتفكري كتير، بتفكري كتير. يجيب طبعا، لان فروه الراس دي عضله، لما العضله دي بتتشد بتعمل صداع. فخليكي ريلاكس، نامي كويس، العبي شويه رياضه. اتجوزتي ولا لسه؟ لا انيسه يعني. ايوه عندي امتحانات فاينل. داخله على جواز او خطوبه؟ داخله على فاينل، على امتحان فاينل. ده انت هتلاقي عندك فروه راسك هتزغرط دلوقتي من القلق. من القلق طبعا هتزغرط لك قدام وورا فروه راسك، لان احنا عندنا عضله من اول الحواجب قدام لغايه القفه ورا. العضله دي كلها اسمها اوكسيبيتو فرونتاليس، اللي هي انا بحس في
دماغي من ورا بوجع برضه. ده توتر من بلاده، توتر اصلي. صفحه 145 ثالث سطر على اليمين. بس شويه شويه قلقان. سؤال ثاني بسرعه. بنت خالتك متضايقه. انا اسفه. هو القولون يسبب وجع في الصدر؟ يخبط في الصدر والضهر؟ انت اسمك ايه؟ ناردين. ناردين انت ضاربه كلك يا ناردين؟ كل حاجه ضاربه؟ تقريبا. المجاري عندكم ضربة في الشقة تقريبا يعني. القولون بيعمل شوية نغزات في الصدر. طبعا القولون لما بيترفع بيزق الحجاب الحاجز، بالذات اللي عندهم ارتخاء في الصمام المترالي. انت قلقانة شوية يا ناردين. جدا. خدي حاجة للقلق يا ناردين مع اي دكتور بسيط كده هترتاحي على طول، او خلصي امتحاناتك هتبقي كويسة. اشربي لك شوية حاجات لطيفة اعشاب وبتاع، وخدي لك اذا كان في شويه صداع مسكن بسيط. لو عاوزه تروحي للدكتور هيكتب لك ملطف خفيف، بس انا اوعى تاخديه فتره الامتحانات عشان ما تناميش. فبعد الامتحانات نبقى نشوفك ان شاء الله. وسلامه بطنك ومناخيرك وفروه راسك وكل حاجه فيك يا حبيبتي. الف سلام. ابو غسان مستورد اسيوط، اتفضل. ايوه نوطي الصوت. وطي التلفزيون. ايوه يا دكتور. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. وطيت التلفزيون يا دكتور. مين معايا؟ ابو غسان من اسيوط. ازيك يا ابو غسان؟ اخبارك يا دكتور؟ انت مصري ولا ايه؟ ايه؟ مصري؟ مصري اكيد يا دكتور. اهلا وسهلا. اسيوط دول احسن ناس. انت الاحسن يا دكتور. قول يا غالي اتفضل. دلوقتي انا كشفت عند الدكتور هنا في اسيوط، دكتور نفساني. ايوه. قال لي عندك اضطراب وجداني. تمام. بيديني ادويه يعني بتخليني عايز انام طول اليوم. تخف الجرعه بسيطه، روح له قول له يخف لك الجرعه. هو كاتب لي على ديباكين كورونو 500 مللي وابكسديون ولانزابين. ادويه ممتازه. وكوجنتول. مش عارف الادويه دي ليه اصلا. ما دي ادويه اضطراب وجداني فعلا. تمام يا دكتور. بس انت ارجع للدكتور قول له لو انت بتنام اكتر من 10 12 ساعه في اليوم يبقى الجرعه دي زياده شويه في ايد. أيوة انا اول ما كنت باخدها كنت كانت بتبعدني تخليني انام كل يوم كله، لكن دلوقتي بتخليني انام مثلا حدود 10 12 ساعه. حلو قوي. انت كل اللي هتعمله هتروح للدكتور بيظبط الجرعه. الادويه دي ممكن بدل ما اخد مثلا قرص وقرص اخد نص وقرص. بدل كوجينتول وديباكين كورونو ده انصاب. اول ما تحس انك انت كويس تروح للدكتور تقول له يديك الجرعه الوقائيه، يعني بدل ما تبقى الجرعات كتيره. بس اوعى توقفها مره واحده، اوعى. اديني قلت لك اوعى توقفها عشان ما تتنكسش. الدكتور تروح له. عندي العياده بتاعتي، العياده بتاعتي بكره، فاروح اروح له وقول له وهتبقى كويس ما تخافش. الادويه اللي بتاخدها كويسه جدا جدا يعني. طب ابوكسيدون ده منوم؟ لا، كل ده علاج للاضطراب الوجداني لتذبذبات المزاج. تمام ماشي. مليون سلامه عليك يا حبيبي، الف سلامه. عواطف من القاهره، ازيك يا عواطف؟ الو. هيا دكتور. مين معايا؟ انا ابن دكتور. انت ابن مدام عواطف، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ صدقني الحمد لله. وانت ازيك؟ دكتور ماما كانت عندها روماتويد وبتاخد حقنة كل اسبوع بتقسم على شويه اسمها ميزوتريكسيت 7.5 مللي 50 مللي جرام. كويس. يعني بتاخد الجرعه كامله؟ بتقسم على 4 جرعات في الشهر، يعني كل اسبوع جرعه. كويس. الحقنه دي تعبتها جدا وبتوجع معدتها، وهي حاسه ان مفيش نتيجه. يعني هو مديها جنب العلاج ده مديها فيتامينات هوستا كروتين واوسو بروتين. الحقنه دي ما على فكره الحقنه دي ما بتوجعش المعده، اللي بيوجع المعده الهوستا كورتين والفوزا ماكس، دول اللي بيتعبوا المعده. هو مديها للمعده بيبره، ومديها ساعات قال لها لو تعبتي قوي مديها زفاره. كويس جدا. الميزوتريكسيد بيعمل ميل للقيء، مش بيتعب المعده، مش بيعمل حموضه، لكن يخليها عندها رغبه في القيء.
يعني هو الهوستاكروتين ده اللي فيه المشكلة؟ ايوه، وخلي بالك انك لازم تاخد البيبرا قبل الاكل بنص ساعة وساعة الا ربع الصبح. قبل الأكل بنص ساعة وساعة إلا ربع. لو بتاخده بعد الاكل زي قلته، آه فخد بالك لان ممكن تكون بتاخده غلط. تمام. وانا طب ما تحت فيش أي امر. نصيحة يا دكتور؟ يعني هي حاسة إن العلاج برضه مش جايب نتيجة بص، في وأصحابي. ادويه حديثه جدا لعلاج الروماتويد بس مكلفه جدا، لو الدواء ده مش مريحها ممكن ترجع للدكتور. في ادويه اسمها انتي انترلوكن بس عيب انها غاليه قوي، فممكن ترجع للدكتور تقول له الادويه مش مريحاني، ممكن يكتب لك الادويه الحديثه دي بس عيب التكلفه. وانا تحت امرك. صابر من اسيوط، ازيك يا عم صابر؟ صدقني الحمد لله بخير، ازيك انت؟ الحمد لله تمام. اتفضل. انا نفسيتي تعبانه شويه بس يا دكتور. الف سلامة عليك، نساعدك ازاي؟ بفكر كده تفكير في المرض وفي في كده، وكل ما اروح اكشف يعني الدكتور بتاع نادى عشان انا برجع كتير يقول لي خد مودافيكس حاجات للنفسيه وكده. اه ده وانت جسمي همدان وجسمي مكسر لا ونفسيتي تعبانه انت كل ما اروح لوحدي نفسيتي مهدئه. انت عندك وسواس. عندي وسواس. لا ده مش وسواس واحد، ده وسواس بالجمع، ايوه وسواس كثيره كثيره وسواس كتيرة صدقني. انت عندك بتاع 2 3 كيلو كده. وبفكر في الموت، لا بفكر بعد في الشر ناس عليك. العالم انت انت بص 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 يا عم رضا، انت ومعايا طفل صغير بقول لو ممكن مين هيرجيني بص يا عم صابر انت تقفل. معلش انام انا بضغط القلب الجديد. لا بالراحة بالراحة، الشرع اتلم عليا. انت كل اللي تعمله، استنى، انت هتروح اللي تعمله هتروح لدكتور امراض نفسية كويس وتاخد علاج فترة طويلة، لان اللي عندك ده وسواس ولازم علاج فترة طويلة لغاية لما الوسواس ده يختفي. احنا بنتكلم من 3 ل 6 شهور، لكن تاخد الدواء يومين وتبطله ما ينفعش. طب ما انا خايف اخد من نفسي ده يتعبني عشان لا نفسي. يغيره لك يا حبيبي، يغيره لك في ادوية كتيرة جدا جدا جدا. الدواء اللي يتعبك روح للدكتور قول له شيل لي ده يحط لك ده، ده سهل قوي. وفي ادوية زي المودابيكس واحسن كتير ممكن تتاخد تريحك. يا بس المودابيكس على فكره ادويه كويسه بس في ناس ما بترتاحلوش، انت تروح تقول له الدواء ما ريحنيش يغيره لك. معلش يا عم صابر انا متاسف لان الوقت جري بينا ولازم الحلقه نقفلها عشان الوقت، مش كده برضو؟ طيب انا بعتذر لحضرتك، معلش اسف لان الحلقه خلصت. وبعتذر لكل الساده المشاهدين، كالعاده الوقت بيجري بينا. الفيسبوك هيطلع على الشاشه دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحه الرسميه الوحيده مفيش غيرها، هي اللي احنا ملتزمين بيها جميعا. عندنا نفس الاسم ده دكتور مجدي اسحاق صفحه اليوتيوب، عليها كل البرامج سواء الحديثه او القديمه او اللي نزلت او الفيسبوك لايف، كله موجود على الصفحه دي. اللي يحب يشاركنا يخش ويعمل لايك وسبسكرايب ويفعل خاصيه الجرس، هتجيله الفيديوهات على طول. يعني احنا معاكم طول الاسبوع على الفيسبوك، اللي يحب يبعت اي سؤال احنا تحت امركم. بفكركم ان برنامجنا يوم الثلاث 8 مساء، يتعاد بكره الاربع 1 الظهر، ثم الجمعه اخيرا الساعه 5 بعد الظهر. كان ليا الشرف ان اكون معاكم النهارده، يا رب نكون رسمنا البسمه على وجوه حضراتكم، اتباركت بيكم وفرحت معاكم. ربنا يخليكم لينا ويديكم اجمل ايام ويريح قلوبكم، والى ان نلتقي في الحلقه القادمه ارق واجمل الامنيات تصبحوا على مليون خير. Thank you.